لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن من غيره. يا سلام. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ علي. قال يا رسول الله كيف أقرأ عليك وعليك أنزل، كيف أقرأ القرآن عليك وأنزل عليه؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ حتى بلغ قول الله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يقول قال حسبك، فالتفت فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم عيناه تذرفان من شدة البكاء. لذا قلب المؤمن مهيأ أصلا للخشوع ومهيأ لكلام الله عز وجل، حتى لو كان جاهلا، يعني حتى لو ما كان عنده علم. يا أخي عمر بن الخطاب أسلم بسبب سورة طه حينما سمعها، وقيل أيضا سمع سورة الطور فبكى رضي الله تعالى عنه. فلذلك الله عز وجل فطر الناس على الإسلام وعلى أنهم يرتوون بهذا القرآن العظيم. يا سلام. لذلك سبحان الله بعض الناس الشيخ وليد وليهنون الجميع لا يعرف القرآن إلا في رمضان. الله عز وجل قد ذكر في حال الرسول صلى الله عليه وسلم، والله مسكين هذا يا شيخ، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اشتكى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله، يا قومي أمة محمد اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ولذلك العلماء قد قسموا هجر القرآن على ستة أقسام. جميل. هجر التلاوة، بعضهم ما يقرأ يوم يومين ثلاثة ما يقرأ القرآن. صحيح. وهجر السماع، بعضهم يقرأ لكنه لا يسمع. صحيح. وهجر العمل به. يا سلام. تمر علي يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم فيسخر، ما يعمل بالقرآن. وهجر التدبر، ما يتدبر. تمر عليه الله الصمد ما يعرف ما معنى الصمد، ما يتدبر ما معنى الصمد. وهجر التحاكم إليه، إذا أشكلت عليه مسألة ولا فتوى ولا كذا ما يرجع للقرآن. صحيح. وهجر الاستشفاء به. يا سلام. فإذا مرض لم يستشفي بالقرآن فيطلب من أحد أن يقرأ عليه. يا سلام. والنبي السلام كان يقرأ على نفسه القرآن. الله. فيضع يده اليمنى على موضع الألم ويقرأ المعوذات الثلاث. صحيح. وأيضا يقرأ دعاء أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات، ويقرأ أيضا سورة الفاتحة سبع مرات على نفسه. من منا لا يحسن الفاتحة؟ لذا بعض الناس مباشرة يلجأ إلى الطبيب ولا المستشفى ولا يقرأ على نفسه القرآن. الله. وهذا من الهجر. الله أكبر.